الوعظ والإرشاد ونستمع إليها من مدير عام منطقة وعظ القاهرة فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ شريف أبو حطب فليتفضل مشكور. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكل من عليها فان حاضر. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سبحانه وتعالى جعل لكل مخلوق أجلا لا يتعدى وعمرا لا يتخطاه بل عنده تخرج روحه من جسده وتتوقف دقات قلبه وعندئذ لا ينفعه حسب ولا نسب ولكنه العمل فهو مسعده أو مشقيه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب الموت على جميع المخلوقات ليس ذلك فحسب بل وجعل لهم أجلا لمحاسبتهم على ما عملوا من سيئات وحسنات وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أكثروا من الزاد ليوم الميعاد فرضي عنهم رب العباد ولقاهم نضرة وسرورا أما بعد أحبتي في الله عزمت على الحديث عن صفات أصحاب رسول الله وأتباع سيدنا رسول الله والحديث حول هذه الآيات القرآنية التي استمعنا إليها منذ قليل مع قارئنا الجليل أولا ومع قارئنا وابن قارئنا ثانيا إلا أنها رسالة ولعلي أقول إن هذه الرسالة أحتسب إلى أنها جاءت إلي قبل أن تأتي إليكم جاءتني الرسالة الآن بالحديث عن الأم وأقول إن الأم حالها مع كثير من الشباب واسمحوا لي بهذا التعبير يغم نسأل الله العفو والعافية الأم أنا مش هطول بس ركز معايا قوي الرجل جه لسيدنا عبد الله بن عمر بيقول له ايه اسمع يا ابن عمر لقد حملت امي على عاتقي وطفت بها حول الكعبة وسعيت بها بين الصفا والمروة وصعدت بها على جبل عرفات اترى يا ابن عمر أنني قد وفيت حقها قال والله ولو بحق طلقة من طلقات الولادة الأم
اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال من أحب الناس بحسن صحبتي يا رسول الله قال إيه؟ ما تصلوا عليه. قال إيه يا شباب؟ مش فاكر. قال الزوجة ثم الزوجة ثم الزوجة. لا يا عم الشيخ، ده مش سيدنا النبي اللي قال كده، ده الواقع المرير اللي بيقول كده. لكن سيدنا النبي قال إيه؟ قال أمك ثم من؟ قال أمك ثم من؟ قال أمك. وكأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يشدد ويأكد قوي على الأم يرى مستقبلا مخيف بالنسبة للأم. سيدنا النبي وصى على الأم وأكد على الأم 3 مرات، وعلى الأب كم مرة؟ مرة واحدة. تعال بقى شوف الأم بتتحمل إيه وبتتعب في إيه وبتمر بمراحل إيه والحد إيه وإمتى، وما تنامش ولا تقوم ولا تهنأ بطعام ولا شراب، مش قادرة، الولد تعبان. طب الحل إيه؟ اذهب للطبيب. الأم تاخدني وتشلني وتروح للطبيب، ورجعت والله يا جماعة لسه الدواء، أنا الابن ما خدتش الدواء، لسه ما خدتش العلاج. الأم تتحسس الولد وتقول لا، الكشف ده ما جابش نتيجة. يا أمي مهلا، لسه الولد ما خدش العلاج. طب وإن خد العلاج دلوقتي؟ ده عايزين 6 ساعات 12 ساعة برنامج كده بعد 2 3 يومين. تسألي؟ أتخيل إن الأم في منتصف الليل تأتي بجوار الأب مسكين الحمل تقيل، هنفسرها كده الله يكرمك وعديها، وتجي جنبه تقول له الولد، يقول لها تهدي بقى ونامي، ما احنا كشفنا نعمل ايه تاني؟ لو له عمره هيعيش. طيب الأم تاخد الولد في منتصف الليالي وتذهب إلى المستشفى، وأنا بقولها وعلى عهدتي والله أتخيل إن كل أم لو ذهبت بالولد إلى المستشفى ولم تجد نتيجة وعادت، لو استطاعت أن تحمل المستشفى إلى ولدها ببيتها لفعلت. تعملي إيه يا أمي؟ ابني فلظة الكبد وثمرة الفؤاد، مش قادرة ليل ونهار. الأم بتتغير وتعبانة ومتوترة، تعرف إن الأولاد في امتحانات، تعرف إن الابن في ابتلاء، الابن اللي اتجوز وخلف، الحفيد تعبان، والأم لسه الأم بتتألم. علشان ما نطولش في الباب ده، ما الذي يجب عليك للأم؟ سيدنا الإمام الذهبي، وأختم بها حتى لا أطيل، أنا شاكر فضيلة مولانا الدكتور وأستاذنا المقدم والقائمين كلهم على إتاحة الفرصة، فلست أنا فأنا مسكين. الرسالة، سيدنا الإمام الذهبي يقول خلي بالك، ربنا تبارك وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبعدها قال إيه؟ كلنا حافظينها والله، وبالوالدين إحسانا. قارن الإحسان بالوالدين بعبادة من؟ الله عز وجل. لذلك بعض المفسرين يقول لك ونلمح منها أن الحب والإحسان للأم فريد عن كل حب وإحسان، حتى للأب وحتى للإبن. طيب الثانية، إما يبلغن عندك الكبر. عندك مين؟ ده أنا مسكين، أنا أملك إيه إلا ملك والدي؟ أنا بمتلك إيه إلا اللي سابه لي والدي؟ وأطمع كمان، وإن كان كومي سهم باخد سهمين، وإن كنت عافي شوية أخد 3، ولو محدش خد وكلته في الرجلين مش مشكلة، نسأل الله العفو والعافية.
أيهن يبلغن عندك الكبر، أنت اللي جريت وشقيت وتعبت وجمعت وعدلك بيت وقفت على رجليك، وأمك المفروض تكون في كنفك، في كنفك، وأبوك في كنفك. ولما يكونوا في المقام ده إياك وحذاري، ربنا بيعلمنا بقى اهو، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو إيه كلاهما، الأب والأم، ولا الأب الواحد ولا الأم الوحدها. تعال شوف العجب العجاب في بلاغة القرآن، إما يبلغن عندك الكبر وخلاص انتهت القضية التعبير عن الوالدين، لكن لما تيجي النهاردة وتشوف واقع مرير بالمجالس العرفية التي أنشئت وأعدت ليه المجلس النهاردة، علشان إيه؟ عشان نقسم الأم والأب. يا عم الشيخ خلي بالك أنت تلخبطت، بتقول علشان نقسم تركة الأب والأم. لا أنا صحي قوي، خاصة في موضوع الأم، عشان نقسم الأب والأم. هتاخد أمك كم يوم وهتاخد أبوك كم يوم؟ لا أقسم بالله، ونأخذ الإقرار والتعهد على كل ولد بالنفقة وبالإحسان وبالخدمة لوالديه معا أو بأحدهما، كل في فترة من الزمن لكل واحد منهم. صدق الله تعالى حينما قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهم، فلا تكن لهما إيه؟ هي دي. يعني يا عم الشيخ لا خد الأولى، الأولى يقول لك ربنا سبحانه وتعالى نهاك أيها الولد أن تتسبب في إزاء أمك أو أبيك ولو بكلمة صغيرة جدا. أقل كلمة في اللغة العربية تتكون من كم حرف؟ من حرفين، وإلا بسمع حرف. ما ينفعش تقول لهم أي كلمة تأذيهم، هذا في جمهور المفسرين. الثانية بعض التفسير ألا، ونهى الله تبارك وتعالى عن مجرد الحركة بالتأفف اعتراضا على الوالدين، مع انه بيقول لي يا ابني مالكش بركة لأخوك، يوم يقول حاضر ويروح نافخ النفخة الأخيرة. نهى الله عز وجل، نهى الله عنها. مش والدتك ولا والدك اللي بيكتبوها، بس قلبهم بيحسها. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا يا عم الشيخ أنا الحمد لله ما فيش، والله ما قلت لوالدي ولا لوالدتي في يوم من الأيام أف أبدا يتقطع لساني وأتخرس. أنا بجيب من الآخر، وأصلا أبويا وأمي ما يقدروش يتكلموا وأنا قاعد. يا الله أقسم بالله بيحصل يا أخوانا، ده فضلت الأم تبكي وهي جاية علشان هي اللي جاية تزحف كده وتدخل لجنة المصالحات بالأزهر علشان توفق بين الولد وزوجته، بين ابنها وزوجته. والولد يحكي ويكذب، والله حاسس انه بيكذب وانا بستمع اليه، وامه تبكي تبكي ومش قادرة مسكينة تتلفظ. قلت له ما تسيبني مع والدتك يا اخي، اخد منها كلمتين انا وفضلت الشيخ كده يمكن تدعي لنا دعوة، انت بتعيطي لي يا امي. قالت انا جاي يا ابني ومش هين عليا خراب البيت اللي هم فيه، لكن مش قادرة ابدا انسى يوم ابني ضربني بالألم لما زوجته قالت لي ده فتح، قالت له ده فتحت التلاجة وخدت صباع مزمن غير ما تقولي. الأم أيوة وجاي عشان تصلحهم مع بعض. أمك أخبرها إيه؟ أمك في القبر الآن أقسم بالله في أشد الحاجة إلى دعوة، إلى صدقة، إلى أن تذكرها ولو بكلمة. فخلي بالك، فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وكن لهما قولا جميلا. وأنا مش هقدر خالص، لعلها خطأ، أنا قلتها صح كده ولا إيه؟ وكن لهما قولا إيه؟ كريمة. أنا آسف يا جماعة، هو في فرق؟ في فرق؟ آه. يوم يقول لك وغالب القول الذي يقال الآن القول الجميل،
شاء الله من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. ايه عم الشيخ بيزين القول قوي، هيجي يعزي دلوقتي مع ابوه، يجي قدام الناس ويضرب بالانس كده ويبوس ايد ابوه ورجل ابوه، ولما يروح في البيت ويروح معاه في الغيط ولا في العمل ولا 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 ابوه اللي المفروض يبوس ايده ويرد له بوس الايد تاني. نسأل الله السلامة وكن لهما قولا كريما. القول الكريم بقى ابوه يحس بالفخر والعزة بمجرد ما اتكلم به. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تزلل لهما لكل دي يا رب اللي احنا نوصل لها به. واختم بها كما ربياني صغيرا. فاكر امك شلتك وراحت فين؟ وراحت للدكتور ولفت وما نمتش الليل. خلي بالك ده ماما قدمته الاول، بابا قدمه الاول. يوم الامام الذهبي يقول وهناك فارق بين خدمة الأبناء للوالدين وخدمة الوالدين للأبناء. إيه الفرق يا إمام؟ ده احنا بنلف ده كله عشان نوصل لها. قال إن الأب والأم بيخدموا أولادهم ويتمنون لهم إيه؟ الحياة وطول الحياة. والأبناء إلا من رحم ربي، الخير لا يعدم. والأبناء يقومون على خدمة الوالدين ولكن يتمنون لهم إيه؟ إلا من رحم ربي، يتمنون لهم الموت. تقابل على ابن صاحبك وحبيبك تقول له أبوك طمنا عليه، يقول لك والله هو تعبان ونقلنا العناية. ادعي له ربنا يريحه، ربنا يريحه، ربنا يريحنا منك. أنت تدعي على والدك؟ أبدا لا والله يا عم الشيخ أنا ما بقصدش، بس أنا بتألم بآلامه. يا أخي وأنت أحن عليه من الله عز وجل. أيها الأحبة علينا جانب كبير جدا في بر الوالدين، وإياك أن تعفو نفسك من البر والإحسان للوالدين. الموضوع يطول كتير وكلنا عندنا الكتير والكتير. راجع الحسابات في بر الوالدين. الله أسأل أن يرزقنا جميعا بر والدينا أمواتا وأحياء، كما أسأله سبحانه وتعالى بصفاته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحماته. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها يا رب العالمين. اللهم إنها نزلت بك وأنت خير منزول به، فأكرم اللهم نزلها وثبت عند السؤال منطقها يا رب العالمين. أنس اللهم ليلة وحدتنا وحدتها، وارحم تحت أطباق الثرى غربتنا وغربتها. اللهم بيض صحيفتها ولقاها حجتها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وشكر الله عزاءكم جميعا.